يعني إلغاء العمل بالدستور الحالي والعودة إلى دستور 2005، كيف تقرأين هذه الخطوة؟ مش سامعة. سيدة رشا، هل تسمعينني؟ سيدة رشا؟ عفوا، لم أسمع السؤال. كنت أقول أنه المؤسسة العسكرية في بيانها قالت أنه سيتم الإلغاء بالعمل بالدستور الحالي والعودة إلى دستور 2005 الذي ربما يحظى ببعض القبول لدى مختلف الأطياف والأحزاب في السودان، كيف تنظرين إلى ذلك؟ فعلا دستور 2005 يحظى بقبول وإجماع على نطاق واسع يعني من القوى السياسية السودانية، ولكن المشكلة هل سيتم فعلا الالتزام بنصوص دستور 2005 ولا سيما وثيقة الحقوق، وثيقة الحقوق الموجودة في هذا الدستور تجعل كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان جزء من الدستور السوداني، وهذا ما يحتاجه السودان في المرحلة المقبلة، لأن الشعب السوداني عاقد العزم على مواصلة ممارسة حقوقه المشروعة في التظاهر والاعتصامات السلمية والمطالبة بأن تتحقق مطالب الثورة. هذا يحتاج إلى حريات إعلامية، يحتاج إلى حريات سياسية، لابد أن تكون الأحزاب السياسية حرة في أن تجتمع بقواعدها وأن تعقد الندوات وأن تطرح الخيارات والحلول للمشاكل التي تواجه البلاد في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها. فنحن الآن نترقب ما يفعله المجلس الانتقالي، هل فعلا سيلتزم بكفالة الحريات وحقوق الإنسان؟ هل فعلا لن يتعرض للمعتصمين والمتظاهرين؟ نتمنى ذلك، لأن هذه هي الضمانة الوحيدة لأن ينتقل السودان إلى تحقيق مطالب الشعب. طيب سيدة رشا، يعني برأيك تغيير هذا الدستور 2000 أو الوقف بالعمل بالدستور الحالي والعودة إلى دستور 2005، قلت حضرتك أنه لابد أن يتم احترام وثيقة الدستور، يعني هل تتوقعين فعليا اليوم بعد العودة إلى هذا الدستور أن يهدئ ذلك من حراك الشارع وإعطاء فرصة للمجلس العسكري اليوم؟ هو حراك الشارع الذي يتحكم في أنه يستمر أو لا يستمر هو التطورات السياسية العملية على الأرض. يعني الآن كل الذي ظهر من جبل الجليد أن البشير أزيح عن المشهد، وأن هناك مجلس عسكري سوف يتشكل، سيكون هذا هو المجلس العسكري الانتقالي، وأن هناك فترة انتقالية لمدة عامين، ولكن هناك غموض حول التفاصيل، كيف ستدار الفترة الانتقالية، من الذي سيشارك في الفترة الانتقالية، هل سيتم الحوار مع قوى الثورة أم لا؟ كل ذلك يريد الشارع السوداني أن يجد له إجابات، وأن تكون الإجابات في شكل قرارات وممارسات عملية وليس مجرد وعود.